الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لألمانيا. لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تشيد بالاستعداد القتالي لمقاتلي الجيش الثالث الميداني. اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً تعلن فتح أبواب استاد القاهرة للجماهير غداً من 1 ظهراً والدخول لحاملي تذاكر المباريات وبطاقة المشجع. الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلاً بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى أرض الوطن قادماً من برلين بعد زيارة رسمية لألمانيا استغرقت 4 أيام، شارك خلالها في اجتماعات قمة مجموعة 20 وإفريقيا. المزيد في سياق هذا التقرير. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة 20 وإفريقيا. ولدى وصول سيادته إلى العاصمة الألمانية كان في استقباله عدد من المسؤولين الألمان وأعضاء السفارة المصرية في برلين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن مبادرة قمة 20 وإفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة 20 من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء. على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات مجموعة 20 وإفريقيا بالعاصمة الألمانية برلين، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته السيد إيكارت فون كلايدن نائب رئيس شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته وفد الاتحاد الفيدرالي للصناعات الأمنية والدفاعية. وفي إطار مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي في اجتماعات مجموعة 20 وإفريقيا، شارك سيادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا بالمقر المشترك لاتحاد الصناعات الألماني بحضور القادة الأفارقة والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل. ثم توجه السيد الرئيس إلى مقر المستشارية الألمانية، ولدى وصول سيادته كان في استقباله المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، حيث شارك سيادته والقادة الأفارقة في أعمال الجلسة الرئيسية الرسمية. كما استقبل السيد الرئيس السيدة أنجريت كارين باور وزيرة الدفاع الألمانية. كما استقبل السيد الرئيس وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر. ثم استقبل وزير الاقتصاد والطاقة الألمانية بيتر ألتماير. زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا كانت محور حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وعدد من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الألمانية بحضور وزير الصناعة والطاقة الألمانية بيتر ألتماير. ثم توجه السيد الرئيس إلى مقر المستشارية الألمانية، ولدى وصول سيادته كان في استقباله المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، حيث تم التباحث حول أبرز الملفات التي تهم البلدين ومن بينها الاستثمار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقد اختتم سيادته زيارته للعاصمة الألمانية برلين عقب مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. استقبلت قيادة الجيش الثالث الميداني وفدا برلمانيا انضم 30 عضوا من لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء مجلس النواب ضمن مخطط الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة لوحدات القوات المسلحة. وأشاد اللواء أركان حرب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بدور رجال القوات المسلحة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل أبناء سيناء وخلق تجمعات تنموية جديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب. من جانبهم أكد نواب لجنة الدفاع والأمن القومي أن مصر ستظل وطنا آمنا مستقرا في ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة. كما أكد النواب على الدور الوطني المشرف لأهالي سيناء وتعاونهم مع القوات المسلحة في تنفيذ خطط التنمية ومكافحة الإرهاب باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي. قامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة للحقوقيين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب داخل سجن برج العرب للاطلاع على الأساليب العقابية الحديثة لتأهيل السجناء. المزيد في سياق هذا التقرير. جولة داخل منطقة سجون برج العرب أتاحتها وزارة الداخلية للحقوقيين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب لمشاهدة الأوضاع داخله والاطلاع على الأساليب العقابية الحديثة لتأهيل السجناء وما يتعلق بالرعاية المقدمة لهم في كافة الجوانب. هنا مستشفى السجن التي لفتت انتباه الزائرين بتجهيزاتها الكبيرة من تقنيات حديثة وأطباء على أعلى مستوى يستطيع السجين التوجه إليها لتلقي العلاج اللازم في التخصصات المختلفة دون أدنى تأخير، بينما داخلها خصوص عنبر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مراعاة حقوقهم وإنسانيتهم. تمكنا من أن احنا نقعد مع بعض المسجونين واتكلمنا عن أحوالهم. احنا دلوقتي قدام منطقة السجون، منطقة المستشفيات، احنا نخش جوه. دخلنا على الاقسام المختلفه، شفنا المسجونين وهم بيتعالجوا وتلقوا علاج على اعلى مستوى. اللي بيغسل لنا بيتصل بينا عن طريق العنبر وبيطلعونا الساعه 8 الصبح او 8 ونص. باجي هنا للاستاذ حمدي مستنيني وبيغسل لنا. انا عندي الم في الظهر من تحت اسفل الظهر هنا، بعمل تمارين، بتابع هنا مع الدكتور هنا مرتين في الاسبوع. علاج طبيعي بالظبط، مفيش اي تاثير، واي وقت عايز اطلع المستشفى بطلع. جوله شملت عنابر النزلاء واماكن ممارسه الرياضه ومشاهده لمباراه في كره القدم بين فرق تمثل عنابر السجن واخرى للكره الطائره، لتمتد الجوله الى ورش الاثاث الخشبي التي يتم تاهيل السجين فيها ومنتجاتها، اضافه الى التجهيزات المعيشيه الخاصه بالنزلاء من مطبخ وفرن وغيرها. وفي أثناء الجولة قام الزائرون بالحديث مع النزلاء الذين أشادوا بما يقوم به قطاع السجون من تقويم لهم وإصلاح وتأهيل، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان. اختبروني الأول، قلت لهم أنا شغال في سياحة وفنادق وخريج سياحة وفنادق، فعملوا لي تيست هنا، اختبار هنا في الكافيتيريا، والحمد لله نجح وتمام، اتصنعت في الكافيتيريا هنا والأمور ماشية معايا كويسة ومفيش أي مشكلة. ليا زيارة كل 15 يوم وبطلع ساعتين كل يوم التراي. قدمت طلب التصنيع واشتغلت صناعي هنا في المطبخ وتعلمت حاجات انا كنت بره ما اعرفش انا حاجه. بنتريا 3 ايام في الاسبوع وبنطلع ساعتين في اليوم يوميا بينا وبين بعض، العنابر والمجموعات بينا وبين بعض. بعد انتهاء الجوله
أكد الحقوقيون والإعلاميون وأعضاء مجلس النواب أن ما شاهدوه يعبر عن سياسة واعية تنتهجها وزارة الداخلية تجاه السجناء، هدفها الأساسي التأهيل والإصلاح ليعود كل هؤلاء نافعين في مجتمعهم بعد انقضاء العقوبة. المكان مهيأ فعلا، ما متوفر فيه تقريبا كل الحاجات اللي نص عليها قانون رقم 10 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هي تهيئة العنابر، المطاعم، موجود رمبات للمستخدمي الكراسي المتحركة، معمول عنبر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، متوفر يعني احنا شفنا كل فرد فيهم متوفر ليه كرسي متحرك، في بعض الناس بتستخدم اجهزه تعويضيه، فاعتقد ان يعني ما فيش تقصير من ناحيتهم خالص. يعني بشكر وزاره الداخليه على الاستجابه السريعه لمناشدتي احدى برامج التلفزيون لزياره سجن برج العرب، وبالفعل استجابوا فعلا، ولما جينا وشفنا وراينا الحاجات اللي هم بيتكلموا عليها واللي بيصوروها احدى البرامج او احدى القنوات المعاديه للدوله، لا احنا جينا وزرنا وشفنا المعامله الادميه للسجناء، شفنا المطابخ والاكل وامكانياته والحاجات دي كلها شفناها، لا الحاجات دي غير اللي هم بيقولوا عليها وغير ان هم بيشوهوا المنظر عليها، لا انا بشكر وزاره الداخليه على اللي احنا شفناه. هكذا تؤكد وزاره الداخليه ومن خلال هذه الجولات الميدانيه بالسجون المصريه ان الشفافيه منهجها في اطلاع الجميع على سياساتها العقابيه في السجون والتي تناسب كافه المعايير الدوليه. أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما الانتهاء من كافة الاستعدادات لختام البطولة، حيث سيتم فتح أبواب استاد القاهرة غدا من 1 ظهرا حتى 6 مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في 6:30 مساء قبل المباراة النهائية والمحدد لها 8 مساء، فيما تقام مباراة تحديد المركزين 3 و4 في 4 عصرا. وتدعو اللجنة المنظمة للبطولة الجماهير الالتزام تام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع الفان اي دي. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.